يا صباح الخير. الصباح له خصوصية عن باقي أوقات اليوم يلي ممكن تكون فيها بداية جديدة. هاي البداية ممكن تكون سعيدة وممكن تكون حزينة أو كئيبة. ممكن نختار السعادة بشي نحن منحبه، بأمل عم نفكر فيه، عم نطمح له بكل يوم، وممكن نلبس ألوان يعني ممكن تخلينا نكون رايقين مبسوطين، أو نختار الأشياء يلي بتناسبنا بكل نهار. وفي أشخاص كمان حلوين ممكن كمان يخلونا نكون رايقين. سعد بصباحك يا رب. صباحك يا رب نور. أكيد هيك بس نكون متصبحين ورايقين وعم نضحك من الصبح، أكيد كل نهارنا بيكون غير شكل. وأكيد بس نكون لابسين كمان ألوان مثل ما قالت نور، الألوان كمان ممكن تغير لنا نفسيتنا، ونحن بس نكون مبسوطين ومرتاحين كمان بنختار أيام ألوان بتكون حلوة رايقة، ممكن تكون هيك مفرفشة مثل ما بنقول من عند الصبح. إن شاء الله يومكم يا رب بيكون كتير حلو وبيكون بألوان كتير حلوة وكل أيامكم. أكيد نحن معنا فقرات متنوعة ومواضيع كتيرة رح نناقشها مع ضيوفنا لليوم. طاقة الألوان دلالاتها وما أبرز تأثيراتها النفسية على الشخص. أهل الشام ينبسطوا بالطواجن. أبو وهرام، نصف قرن من الحب مع الإبرة والخيط لحياكة القبعات. موضة الحقائب لصيف 2022 وكيفية طرق تنسيقها مع إطلالة العيد. أحدث صيحات الديكور المنزلي لصيف 2022 وكيف ممكن نجهز ركن خاص لاستقبال عيد الأضحى. كيف نبرمج عقلنا الباطني لتحقيق السعادة وتكوين علاقات اجتماعية صحيحة؟ إلين دونانا، أسطورة شهيرة عمرت من قرون في المرتفعات الأسكتلندية. صار لازم نحن وياكم نروح لعند الشيف تهامة ونصبح عليها ونشوف شو محضرت لنا لليوم. صباح الخير شيف. يسعد صباحك يا رنا. يسعد صباحك يا شيف. صباحك شو محضرتي لنا طبق اليوم؟ اليوم بدنا نروح على الفرن، على الفرن، على الفرن. لا المطبخ. وايه بدنا نروح على الفرن. نروح على الفرن بعدين. اليوم بدنا نروح على المطبخ الهندي. الهندي هو شوب، وكمان اليوم حد يعني مع بهارات وهيك سبايسي وكذا. يا عيني عليك اليوم وحطبقهم كمان اليوم قدام المشاهدات، لانه كل ما حدا بيعرف شو هي البهارات الهنديه رح نساويها سوا. رح نعمل اليوم صنف اسمه دجاج التكه مع الرز الابيض. اوكي. ايه عن جد اكله طيبه ولذيذه، وبصراحه بخمس دقائق بتصير. تمام، معناتها رح نرجع لك بعد شوي شيف ونبلش اكيد بالتحضير. شكرا كثير. أغلب الأشخاص ممكن يواجهوا صعوبة بسبب السهر لوقت متأخر من الليل والاستيقاظ بوقت مبكر، وبيستخدموا أساليب مختلفة لتساعدهم على النهوض للشغل، الجامعة وغيرها من الالتزامات الموجودة عندهم بكل نهار. تمام، يعني في كتير يمكن أمور منفكر فيها، وأول سؤال بيخطر على بال الكتار يمكن من نحن وصغار بنقول إنه ليش كل هالالتزامات اليومية والمفروضة علينا لازم تكون بوقت بكير. طبعا لأنه تبين بعدة دراسات إنه الاستيقاظ الباكر بيحمل فوائد كتيرة على صحتنا الجسدية والعقلية، رح نعرفها سوا بهالتقرير.
وياك رنا نحكي عن الالوان وتاثيرها اكيد على كل شخص فينا. بيتاثر الانسان بطبيعته بالكثير من العوامل المحيطه فيه، وبتكون تاثيرها اما بطريقه ايجابيه او حتى سلبيه، ومن ضمن هي الاشياء الكثيره الالوان يلي بتدخل بطاقه الجسم. صحيح نور، يعني اكيد لكل لون في له دلاله معينه وتاثير معين، بيختلف من شخص لاخر ان كان يمكن بالثياب، المكان اللي نحن قاعدين فيه وغيره. ضيفتنا لليوم مدربه وخبيره الطاقه رام الدنيا، صارت معنا بالاستديو لتخبرنا تفاصيل أكثر عن هالموضوع وكيف ممكن الشخص يستغل طاقة الألوان بطريقة إيجابية ويختار الأنسب منها. صباح الخير راما، أهلا وسهلا فيكي معنا. صباح يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي معنا. لليوم عم نحكي عن طاقة الألوان. قبل ما ندخل ونعرف شو تأثيرها رح ناخذ منك، طاقة الألوان شو المقصود فيها وهل في إلى أنواع؟ أكيد. هلأ طاقة الألوان هي مثل ما بنعرف ألوان الطيف السبعة، هن عبارة عن ترددات أو انعكاس الضوء على الأجسام. فعلياً كل لون من الألوان له تردده الخاص، له موجته الخاصة، وكونه نحن عايشين بعالم من الأمواج، حتى أجسامنا حتى خلايانا فهي طاقات، فكل لون له طاقة وكل طاقة له تأثير، بيأثر علينا بطريقة أو بناحية معينة بحياتنا بأمزجتنا، وحتى الإنسان بيمتلك على سبع مراكز من الطاقة ممتدة على عموده الفقري، كل مركز من مراكز الطاقة ببس وبيستقبل موجة لونية معينة بتأثر على أحد نواحي حياتنا وعلى غدة من غددنا. تمام، معناتها الألوان وهي الطاقات هي موجودة حوالينا راما، ما فينا أكيد نتغاضى عنها أو ما نعرف عنها. خلينا شوي نحكي على معاني ودلالات هي الألوان. كنا عم تحكي حضرتك إنه هي ألوان الطيف، هي ألوان الطاقة خلينا نسميها. صحيح. شو هي دلالة ومعنى كل لون من هي الألوان؟ حلو كتير. هلأ عنا السبعة اللي هن ببلشوا من الأكثر موجة، أكثف موجة اللي هي موجة اللون الأحمر، اللي بتدل على الثقة، بتدل على الحياة، على الحيوية، وكمان بتدل إذا ما نحكي كشخصية بتدل على الشخصيات القوية الحسية أكثر، اللي بتهم الأمور المعنوية أكثر، وكمان بتجي شوي شخصية عصبية نوعا ما، بس يعني عندها تفاعل حلو. بعدين عندنا اللون البرتقالي اللي بدل على الشغف، الحماس، على الفاعلية بالحياة، وكمان هو لون يعني الشخصيات اللي بتحبه بتستخدمه فيها التسرع نوعا ما بالقرارات. في عندنا اللون الأصفر اللي هو لون العاطفية، الشخصيات اللي بتحب اللون الأصفر أو اللون الأصفر هو بيعطي نوع من الشعور بأنه لازم نعمل شيء، يعني هذا شعور بانه في توتر، في طاقه كثير، يعني في طاقه كثير، هو فرح وبهجه كثير، هو لون طفولي وكمان بيرجع الانسان لشيء طفولي. يعني وفي عندنا اللون الاخضر، بقى هون بلشنا بالالوان البارده، اللون الاخضر اللي هو اللون اللي بيعمل نوع من التمركز للانسان، سنترينج، شيء له علاقه بانه يهدى يصفى شوي، لون الاخلاق يعني القيم الأخلاقية اللي بيخلي الإنسان كمان يحترم حاله، يعني هو الاحترام الذات، هي المعاني السامية والحب اللامشروط أو معاني الحب اللامشروط بالنسبة للون الأخضر. في عنا بعدين اللون الأزرق اللي هو التواصل، واللي بيستخدموه كل تطبيقات التواصل الاجتماعي، واللي له علاقة بمركز الموجود اللي اسمه مركز الحل أو مركز شاكرا الحل. بعدين في عنا اللون البنفسجي اللي هو لون الخيال، الإبداع، الهدوء، الاتزان، اللي هو يعني لون بنفسجي اللي هو سيد الالوان. وفي عندنا اللون الارجواني اللي هو مشتق من البنفسجي، اللي هو له علاقه بمركز الاخير من مراكز الطاقه، له علاقه بالناحيه الروحانيه بالحياه. تمام. يعني حكينا عن كثير من الالوان ودلاله كل لون ممكن بالحياه. طيب انا كشخص كيف بدي اعرف اختار اللون المناسب لي، وامتى انا بكون مختاره لون غير مناسب ممكن عم ياثر على سلوكي، على طباعي، عم يخليني مو رايقه؟ كيف لازم اعرف انه فعلا هذا اللون ما ناسبني او اعطاني هذا يعني الشيء مو مريح ابدا؟ هلا للحقيقه كانسان ما في انسان ما بيناسبه لون بالمطلق، بس اوقات حاله معينه ما بيناسبه هذا اللون. مثلا شخص عنده توتر، هذا الانسان عنده توتر مثلا بلحظه او بيلبس اصفر، هدول اللونين بيعملوا. هلا الاحمر بيعمل استثاره عصبيه، الاصفر بيعمل نوع من التوتر او بيخلي الشخص اكثر مو مركز. مثلا شخص بالعكس هو هادي او ما نوع عايش كثير بعالمنا، عنده كثير خيال ويلبس ازرق او بنفسجي، ازرق وبنفسجي هسه بيعطي نوع من البرودة اكثر، فهي حاله اكثر. هلا ايمتى بحس اللون انا مو مناسبني؟ لما هلا كلياتنا عندنا نوع، عندنا شيء اسمه هاله، الهاله المحيطه بجسمنا او هو الطاقه الموجوده بجسمنا هو طاقات، فهي الطاقات الى موجات، فاذا قصنا هي الموجات بترددات لونيه حيكون في الى
يعني حتكون هني الوان بس بغير اوكتافات غير منظوره، فوق بنفسجيه وتحت حمراء. فاحيانا انا بتكون طاقتي او لون الهاله تبعي الوانها هاديه، فاذا انا تقربت او قعدت بمكان لونه ضايش فهذا الشيء بحسسني كمان بعدم الاتصاق بالمكان، او انا بدي اقوم روح، او انا ماني حس حالي منتمي بطريقه ما. هلا اكثر شيء لون يعني هاله الانسان بتعكس على شخصيته، فحسب الهاله تبع مثلا انت ممكن تكون هالتك مثل ما انا شايفتها فيها شيء كثير من الازرق، الصبيه هون فيها شيء كثير من الاصفر، فالهالات تبعكم هي الالوان السائده الدائمه، فممكن على اساس هالتكم ممكن يناسبكم لون او ما يناسبكم، او يكون في نفور اذا لون كثير حامي او لون كثير بارد. تمام. طيب بنشوف بشكل عام اذا عم نحكي خلينا نقول كتسويق كماركتينج، بنشوف كثير تستخدم الالوان القويه بالاعلانات بالاشياء مثلا هي بدها تلفت نظر بمطاعم الفاست فود خلينا نقول، بكل هدول المحلات بيكون في هي الالوان، معناتها هي الالوان هي بتجذب نظر، يعني صحيح. الالوان القويه مثل الاحمر الاورانج الاصفر حتى الازرق شوي بنشوفه بالعلامات التجاريه بعضها بيكون بيستخدم هي الالوان. كيف نحن فعلا بنحول هي الالوان لنستخدمها بطريقه ايجابيه؟ يعني اليوم انا كشخص هلا براند او ماركه هي عم تعمل طريقه جذب معينه خلينا نقول للزبائن او للمستهلكين، اليوم كشخص كيف هو كمان بيقدر يقدم حاله بطريقه حلوه ان كان بمكان عمل ان كان برايح على مكان او سهره اجتماعيه حابب كمان انه يكون محط انظار واهتمام؟ كتير حلو. هلا بالنسبه للماركات او البراندات او المطاعم مثلا مثل بيستخدموا اللون الاحمر، المطاعم اللي كتير عاليه مشان فتح الشهيه مشان الشخص ياكل ويمشي ما يقعد، لانه اللون ما بيخلي ما بيقدر يضل قاعد وقت طويل. مثلا مثل ما حكيت التواصل الاجتماعي ليش الازرق؟ لانه بيعتبروه لون الوفاء والاخلاص وفعلا التعبير. اما بالنسبه لشخص كيف يقدم حاله او بيسوق حاله من خلال الالوان فهو فعلا على حسب الهاله. يعني اذا بدك تروحي على سهره وتكوني شخص ملفت للنظر لكن غامض، فاكيد اللون الاسود مع الاحمر للانثى بيعطي نوع من السحر الخاص. مثلا اذا في ظهور او في حاله من الظهور فيها تلبس الالوان الحاميه اللي هي مثل ما قلنا البرتقالي الاصفر او الاحمر، فبيعطي نوع من انه هي موجوده وفاعله بالسهره، مو بس موجوده وفاعله. بينما الاشخاص اللي حابين يعطوا انطباع عن نفسهم بانه هن فعالين وانه فيكم تجوا تتعرفوا علي وفيكم تبادروا اتجاهي انا منفتحه، الوان الازرق الوان الاخضر بشجعوا الاشخاص انه يجوا يكون في تواصل ويكون في ازرق واخضر اليوم انا ولوزي. ففعلا في الوان مثلا هلا الشخص اللي حابب يحط حاله انه لا كثير تتواصلوا معي بالوان البني والرمادي بيعملوا نوع من الحدود، بم بيشجعوا الشخص انه يبادر هيك. الوان البنفسجي كمان بيعطي نوع من الانفصال بالمكان انه انا قاعد بعالمي الخاص. تمام. فهيك ممكن كل شخص كيف حابب انا اقدم حالي بهذا المكان او بمقابله هي العمل رح البس هذا اللون. تمام. طيب اني انا اخذ هدول الاشياء اللي عم تخبرينا اياهم بعين الاعتبار، هل هذا الشيء سليم وصحيح؟ يعني ممكن الاشخاص اللي عم يحضرونا انه انا مثل ما حكيت اذا كان عندي لقاء معين، عندي سهره معينه، حابه الناس تتعرف علي تتواصل معي، انا حدا منعزل، حابه ما حدا يقربني ولا حدا يحاكيني، فعلا ناخذها بعين الاعتبار هي الالوان ولا لا؟ انه ممكن نحن عم نعطي لمحه بالمجمل للاشخاص اللي ما بيعرفوا طاقه الالوان عليهم. صحيح. هلا هي القصة يعني مثل ما بيقولوا الإنسان تماما، الإنسان هو لازم يكون مرن بالحياة، يعني ياخذ هي المعلومات على إنه هي شيء مضاف له، بس أكيد ما يرجعوا يعني ما ياخذها أساس بحياته ويضل ما ياخذ نوع من التطير أو المحسوبيات لزيادة، بس لا هو إذا عرف علم اللون أو درس علم اللون كثير بيقدر يستفيد منه. طيب اليوم أنت لابستين الأبيض شو معناتها؟ أنا بشوف الأبيض بصراحة هو لون يعني الصفاء. لون انه دائما بحسك انه دائما ليش العرس تلبس ابيض؟ ليش بكثير ساقه؟ حتى المريض بيلبسوا بنشاف ابيض انه كانه انت انكتب لك عمر جديد او انت عندك هلا حياه جديده، فهو لون بحفزك لانه بترجعي تعيدي وتجددي من اول وجديد، يعني بيعطيك الفرصه لدائما من جديد، بيعطي امل يمكن هذا بيعطي اليوم. امل. طيب راما هلا بالفتره الاخيره عم نشوف خلينا نقول بعالم الازياء عم نشوف الالوان الجريئه مع الوان متناقضه، يعني عم نشوف مثلا كنا قبل نقول مستحيل مثلا ازرق واخضر يزبطوا مع بعض، صحيح. الغوامق مستحيل فوشيا واورانج يزبطوا مع بعض، صح. كنا نستهجن هي الالوان مع بعضها ونقول مستحيل تزبط، هلا ما في شيء مستحيل، عم تتنقى درجات كثير حلوه. هذا التناقض اذا الشخص هو ما كان مدروس لبس الوان متناقضه او كان بمكان الوانه متناقضه، شو ممكن الاثر السلبي اللي يكون عليه؟ هلا للحقيقه كعلماء النفس كانوا يعرفوا المريض ثنائي القطب من خلال دمجه برسمه للالوان الصارخه.
ففعليا الالوان الصارخه هي دلاله على عصرنا اللي هو كثير عصر الاقطاب. يعني المتضارب يخليني اقول شو يعني المعنى وعكسه. في كثير وجهات نظر صار، فتضارب وجهات النظر وعصر السرعه هذا واختلاف الاراء انعكس اخر شيء على الالوان وعلى طريقه طرحنا للالوان. فصاروا اكثر عصريه، يعتبروا اكثر عصريه. هلا حتى لما بنشوف مسلسل او فيلم المستقبل دائما لازم يكون لون فضي، لازم تكون الوان صارخه. فعلا هذا الشيء نحن عم نروح باتجاهه، فللحقيقه هو دلاله عن العصر بكل شيء عم يصير بخلط الالوان. طيب رح نسال سؤال ختامي. نحن من المكان اللي اكثر امان يلي بنرتاح فيه هو المنزل، اختيار الالوان ضمن المنزل يلي ممكن تخلينا نكون مرتاحين او نحن دائما معصبين ومتوترين، كيف لازم يكون؟ كثير مهم، فعلا كثير مهم، انه مو بس انه موضه انا ادهن البيت او اعمل البيت بس لانه في لون دارج موضه. مهم كثير التزم مثلا بالوان غرف النوم، ما نحط الوان صارخه بتعمل ارق مثل الاورنج والاحمر والاصفر، ما بصير يكونوا بمكان مثل غرفه النوم. غرفه النوم اللون البنفسجي كثير بحسن نوعيه النوم وبيحرض الغده الصنوبريه، واللون الازرق بيحرض الغده الدرقيه اثناء النوم، فهن كثير مناح مثلا. فهي بالنسبه لغرف النوم. بالنسبه لغرف القعده فدائما الالوان مثل الاخضر مثل الازرق، والافضل انه لون يعني لون حيط واحد. هلا اذا حبينا نعمل تنويع انه نحط لون خمري وهو ما كثير يعني هو حلو كموضه بس هو ما كعلم طاقه مو منيح، الخمري والرمادي عم يعملوا اوكي حيط واحد ممكن. مثلا اذا بدنا يكون مثلا طاقه غرفه القعده ما انا خامله، فمثلا ما نحط الوان خامله مثل الرمادي والاصفر. بدنا شيء بالعكس يحرك. ايه هلا اذا حطينا رمادي عفوا بنحط معه الاصفر مشان يصير مولد للطاقه مش خامل. تمام. هلا المطبخ اوكي حلو الاحمر حلو الاصفر حلو الالوان البهيجه بالمطبخ والحمامات. غرف الاطفال لازم دائما اللون يكون افتح درجاته، هادي افتح درجاته، كان زهر ازرق اخضر هي الالوان الباستيل تماما الفاتحه. اي فبشكل عام البيت لازم يكون مدروس كثير، وخاصه غرفه القعده لانه هي بتحدد علاقه الاطراف مع بعضها. تمام. يعني نتشكر كثير رامي لوجودك معنا اليوم، ان شاء الله يكونوا المشاهدين استفادوا كمان من الفقره. شكرا كثير لك، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. دقائق من رياضه الصباح مع الكوتش منال المصري صارت جاهزه. صباح الخير، انا كوتش منال المصري. اليوم رح نشتغل مجموعة تمارين بيلاتس. تمارين بيلاتس بتناسب جميع الاشخاص المبتدئين والمتقدمين، بتساعدنا انه نحسن توازن الجسم والتناسق العضلي عندنا وتقوي عضلاتنا. اكيد تمريننا الاول رجلين اثنين فتح، اثنين اثنين من وري راسنا، رح ننزل تحت بوضعية السومو سكوات، ننزل خصر، نفرد ايدين جنب، نرجع وري راسنا فوق وبنقوم بنبدل الجهة الثانية. 1 2 نفرد ايدين، اثنين وري راسنا على النص، 2 3 4 5 اخر عدة 6. طبعا احنا اذا كنا مبتدئين بنلعب 6 عدات، ليفل اعلى شوي بنلعب 8، متقدمين بنلعب 14. تمريننا الثاني راح يكون من ارض، حناخذ وضعيه فول بلانك. تمام، حناخذ خطوه بايدنا باتجاه الجنب ونطلع لفوق سايد. هون عم نشغل عضلات الكور بالاضافه لعضلات الظهر والشولدرز. 2 3 4 5 كمان عدة 6. هنبدل للجهة الثانية كمان، نروح شوي تقاطع نطلع فوق. 1 2 3 4 5 آخر عدة 6. هنرجع على الأرض. هلا بدنا ناخذ وضعيه البريدج. البريدج بنشغل عضلات الجلوتس طبعا والكور. حنطلع رجلنا هون ثابته مشدوده، بنطلع فوق بننزل تحت، بنرجع نرفع فوق، ننزل 1 2 3 4 5
4 5 6 ونبدل رجلنا الثانية كمان فوق نطلع 1 2 3 4 5 اخر عدة 6 هلا ايدينا الاثنين بنوري راسنا حنخلي كعبين عند بعض وركبنا شوي صغيره لبرا حنطلع كرونشز 1 نرفع رجلين فوق نرجع كرونشز نرجع رجلين ونطلع 1 2 3 4 1 2 3 4 فوق رجلين نرجع جزء تحت 3 4 5 كمان دقيقة أخيرة 6 دائما ما ننسى بتمريننا لازم يكون في عنا قوة كنترول وتحكم بالتمرين هلا ايدينا اثنين من هون حنرفع رجلنا فوق حننزل بكوا لتحت وبنطلع فوق 1 3 4 تمرين جلوتس للدفع الى الذراعين عم يشتغل 4 5 6 7 8 بنبدل الجهه الثانيه 1 2 3 4 5 6 عدتين أخيرة 7 الأخيرة 8 كل تمرين مثل ما قلنا مبتدئين 6 عدات على ليفل شوي 8 متقدمين 14 و3 مجموعات بشوفكم بحلقات جديدة يا صباح الخير عن جديد لك الستات البيوت اللي انضموا معنا اليوم لبرنامج صباح الخير هلا تعالوا صار عنا فقره الطبخ اللي بتهم كل ستات البيوت السؤال المحير تبعك اليوم او قبل بيوم شو بدنا نعمل بكره هاي انا دائما عم بعطيكم افكار لذيذه هلا بما انه شوب وقطعت كهرباء وما بدنا كثير نقعد بالمطبخ اليوم جبت لكم اكله طيبه لذيذه وصدقوني بخمس دقائق كلياتكم معكم موبايلاتكم او ساعاتكم وعيروا لي وشوفوا انه ما كثير بتاخذ وقت هي دجاج تكة اليوم يعني على الشوبات اخذتكم على مطبخ هندي مشان يزيد الشوب عندكم شوي بس طبعا هي الحدوديه بترجع لكم رح نعمل دجاج تكة هلا اول شيء حاعرفكم على المقادير طبعا انا جنبها بدي اقدم رز ابيض ما بده شيء انتم بتعرفوا هلا هون حاحتاج قطع شيش بهذا الشكل مقطعين مربع هون حاحتاج كميه من اللبن 4 لـ5 معالق زيت نباتي في عندي هون فحمه للتدخين حاحتاج ثوم وحاحتاج هون ملح وهون حاحتاج البهارات الهنديه هلا البهارات الهنديه بقى نحن ممكن نرجع على نروح على البذوريه وننقيهم نقول لهم انا بدي بهارات هنديه فورا طبعا بيعطيكم اياهم جاهزين ممكن انا مثلا مثل اليوم انتم قاعدين بالبيت وعجبتكم الاكله وما عندكم بهارات هنديه بس البهارات المكونات تبع البهارات الهنديه موجوده بكل بيت اول شيء خلينا نطبق وهحكي لكم عن البهارات الهنديه اللي سهله واذا جنبكم ورق وقلم اكتبوهم لانه واعملوهم بمطربان وخلوهم على جنب بيفيدوكم لبعدين هلا هون رح احتا هلا هون رح نحتاج قطع دجاج هلا انا بتمنى بقطع الدجاج دائما بحكيها هي لستات البيوت يوم اللي بتروحي لعند الزلمه بتقولي له يعمل لك القطع كبري قطع الشيش ليش لانه انا لما بقطع انا هي القطعه مثلا لما بدها تجي صغيره وتبلها وارجع حط على المقلايه بتقدقد وبتصغر وما بقى بضل عندي لحم، اما لما بتكون كبيره هيك ومهبره يا دوب بتاخذ تشويحه شوي من برا ومن جوا هيك بتبقى طريه وغير شكل، هلا هون مثل ما انتم شايفين حنضيف ملح. انا فيكم هلا انتم فيكم شغله فيكم تضيفوا البهارات تبلوها هون وفيكم على الغاز، هلا خلينا اول شيء نشعل الغاز عشان يحمى عندي شويه زيت وبنرجع بنتبل.
نهنئيه ونحط شوي من الزيت النباتي، سمنه، زيت، زبده، اي شيء انت بتحبي. هلا رح اضيف هون عندي شوي من اللبن، تقريبا شيء 4 معالق، يعني حسب الكميه، يعني بحيث انه يتلوث وتلويت بالنظر، لانه انا هون مثلا عندي 600 جرام هيك بيكفوني، ما بدي اكثر من هيك. البهارات عم تعيروا لي الساعه ما ليكم. البهارات الهنديه هنن هدول، حنقول قرفه، عندي هون صبغه تبع الزعفران، كزبره يابسه، فلفل اسود، كركم، شطه مجروشه حده، عندي هون كمون وبهار مشكل. هلا حقيمهم ونضيفهم كلياتهم على الدجاج ونقيم ونحركهم منيح. طبعا انتم فيكم تبلوها قبل بوقت، هيك شوفوا هلا لونها حتى، يعني لاحظتوا الصبغه شو بتعمل؟ هي بتعطينا لون الدجاج التكه الاساسي. طبعا هذا موجود بكل البذوريات، في منه الوان، في اصفر، في اورانج، في احمر. بفضل تحطوا يا احمر يا اورانج، اصفر لا ما كثير بيطلع ظريف. لاحظتوا كيف دغري دمغ وصار عندي شكله بياخذ العقل؟ والله يمكن اقل حتى من 5 دقائق. ما هلا حنروح على الغاز اللي حمي عندي هون الزيت، رح اضيف هون عندي معلقه من الثوم المهروس ونضيفهم. هلا بالنسبه لتقديم هي الاكله، فيكم عندكم حل من الاثنين، يا اما بتعملوا جنب منها رز ابيض بعد شوي حساوي انا وياكم، او يا اما فيكم تعملوا خبزه تورتيلا كمان بيطلع كثير ظريف وطيب معه، وممكن هيك تحطوا بقلبها خس، يعني ممكن تتفننوا انتم فيها خس، مايونيز، اي شيء انتم بدكم، يعني سندويشات بيطلع، ما بدكم تعملوا خبز كمان جيبوا سمون بيطلع كثير ظريفه. هلا رح نقيم ونحطها. يا جماعه ما بتتخيلوا الريحه، صدقا صدقا يعني جدا جدا رائعه. هلا قوموا هيك دغري شهشلوا تبلوهم صاوهم وادعوا لي. هلا هيك رح اترككم، طبعا انتم تعودتوا علي انا الدجاج ما بغطيه، لاني انا متى ما غطيته بده يعطيني زفره وزنخه وما ظريف، لا انا بتركه هيك بهذا الشكل لحتى ينشف على مهله. مثل ما انتم شايفين حانطر هون شوي عليهم لحتى يستووا ويخلصوا، بس ترجعوا لعندي رح ندخن انا وياكم ونعمل انا وياكم اطيب رز ابيض بالعالم. يا عيني سلام ايديك يا شيف، اكيد نرجع لك بعد شوي بنكمل الاكله. شكرا. يقال بركة العمر حسن العمل، وفي رجل أرمني سوري بيهوى عالم الخياطة لكن بطريقة مختلفة، فهو عاشق للقبعات بمختلف ألوانها وأشكالها، تعلم حياكتها رغم صعوبتها وما قدر رغم تقدمه بالعمر أنه يترك هي المهنة. طبعا هذا الرجل أكيد سكنه الحب والإصرار الكبير بمصلحة حياكة القبعات، فأمضى عمره بالسعي وراء طموحه، ورغم الكثير أكيد من الظروف الصحية الصعبة اللي كانت عم تشكل عقبة كبيرة ليضل مستمر بعمله، ولكن أكيد قدر يكمل. شايفه؟ ها 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 هيك شايفه؟ هذا بحب دايما انا، هذا قريب الشتاء اهل الشام ينبسطوا بالطواييب، انا هيك حرب المهنه بضل وراي دايما عيلتي كلها الحمد لله، عندي الولد واحد، بنت كمان جوزناها، المدام كثير مرتاحه مني الحمد لله. ابني ما بده يتعلم، بحب التصوير مثلكم، بدي موت بدي احط طاقيه على جسمي موت، انا هيك عندي رغبه. بروح فنيه مليئه بالشغف، بيجلس رجل سبعيني بمحل تجاوز عمره اكثر من نصف قرن بحي ابو رمانه بدمشق، ورثه من والده ليحيك بانامله قبعات بتزين فيها رؤوس الناس من صغار وكبار. أراكاش هبندريان ما ورث حياكة القبعات أبا عن جد، فهو بيهوى هالعالم من عمر صغير وباجتهاده الذاتي قدر يتعلم خطوات خياطتها وأنجز الآلاف منها بكل دقة وأتقان.
الوالد كان خياط، ما كان رضيان بالقبعات. بعد ما مات الوالد حولته، عندي رغبة بالطواقي. من 1975 بلشت، أبي مات بال 73، بلشنا بالخياطة الطواقي. حابب هيك الطواقي أنا. بجيب الأكلات من البيت، مدامتي بتحط الزوادة بحطها بالبراد. ظهريات بتسخن، إذا ما في كهرباء في غاز عندي، بتسخن الغاز باكل. وبالسبعة بقعد بالمحل. هاي شغلة كهرباء شوي عم تلبكني، الحمد لله كمان بفصل على الطاولة هي، بقعد بفصل. يعني ما بضوي وقتي. عندي الجوال خليته بالبيت مشان ما التهب الجوال. جوالي صغير. أنا لحالي بخترع الموديلات، بخيط كل قوالب أنا بيدي، أنا بطلع القوالب وأصبر القماش، بجرب طرية طريتين انتزعت باية بتزبط معي. هيك صاير. بيريات علمت هيك أول شيء، بعدين علمت إنه حط قدامه رفاريف هيك مثل البيريات تبع موديلات غريبة، هلا كاسكيتات هلا مثل عم تشوفي هدول. كله شغلي هيك، عندي رغبة ساولون. أنا عم نشوف الموديلات البرة كاسكيتات نفس الطريقة، صرت طالع كم موديلات قريبة عليهم، بلشت تحسنت معي. أنا ناس كله متعبدين إلا ياخدوا طوائي. أنا بنزل على السوق شوفي ألوان حلوة قماشات بيشتغلون، وهيك بوصهم في قياسات، قياس صغير وسط كبير، كل قياسات موجودة عندي أنا. شايف شو خطياري؟ بتخمن إنه سهلة؟ مو سهلة. في بطانة، في كوي، في تلجي، والماكينات القديمة ما بيشتغل ماكينات حديثة. حديثة سريع ما بقدر يطلع سريع، لازم يكون طيع بطيء على مهل. إذا سريع ما بزبط معي. قويت بمرض بالبيت، امتى بدي افتح المحل اروح اشتغل؟ بتعود ابدا بالبيت بقولوا لك ارتاح مرضان انت، اذا صار خليني بالمحل، صار لي شيء موت بالمحل. بحب المهنه، مهنه خياطه طواقي، مو خياطه صغير، طواقي. هيك ما احلاهم. شوف ها هي بلادان، هي وقت البرد ينزلها في أدان. اجي سويت عملية وكل واحدة عيوني شغلة. يعني هالسنة بدي اترك، كنت بعدين تكملها شوي. العم أبو وهرام همته رغم مرور السنين وظروفه الصحية الصعبة ما خفت، بالعكس كانت عم تزداد يوم بعد يوم. فروحه المحبة للعمل الخاص عم تكبر مع توسع دائرة زبائنه ومواكبته لأحدث الموديلات بالعصر الحالي. يا صباح الخيرات عن جديد. كل صبية بتسعى لتكون إطلالتها بالعيد أنيقة ومكتملة من كل الجوانب، والحقيبة هي اللي تعتبر من الأساسيات يلي ما ممكن تستغني عنها، ولازم يتم اختيارها بطريقة مناسبة. وهذا من فقرتنا لليوم، رح نتعرف على موضة حقائب عام 2022 لهي الصيفية، وكيف ممكن يتم اختيارها أو حتى إضافة أفكار عليها تكون ملفتة بأدوات بسيطة، مع ضيفتنا ناهد تركماني يلي انضمت لإلى رنا. يسعد صباحك ناهد، أهلا وسهلا فيكي معنا. تفضلي يا رنا. شكرا كثير نور، أهلا وسهلا فيكي ناهد معنا. يعني ما بتتخيلوا اليوم عن جد حلقة الألوان، يعني اليوم هيك من أول حلقة عم نحكي على الألوان وعطائة الألوان، وكمان فعلا الحقائب الموجودين معنا كثير ألوانهم وطاقتهم حلوة. خلينا نبلش على الشغل اللي عم تشتغليه ناهد. عم بسأل أنا طبعاً، عم بتحشر تحت الهواء. هذا هو خيش ملون. تمام، هذا أوكي. خيش ملون، هذا كله اللي نحن شايفينه هون، في يعني كمية كبيرة من الحقائب. شوفوا قديه مهضومين،
هن خيش ملون تمام؟ هو خيش ملون كل الوان الموضوع سهل فيه. سهل انه نشتغل به هيك نوع؟ نوعا ما لا بده شوي دقة بده كتير حرفية انه ما قاسي شوي حتى قاسي ايه طبعا قاسي بس طري يعني هو مشغول مثل السيليكون تمام يعني على شبك سيليكون مشغول مشان يصير سهل بس بنفس الوقت يعطي القالب تمام ياخذ الشكل ياخذ الشكل اللي بدنا اياه بتصيري في خيش وفي هون الخيطان شو اسمه تمام هدول الخيطان حرير مشغولين على شبك واو شو حلوين هدول مشغولين على شبك بلاستيك بنرسم الرسمة ما كنتوا متخيلين ملمس عن جد ملمسها قد ايه حلو وكثير الوانها حلوه وكثير على الموضه وكمان فيها هون هي كل الوان ترند الوان الصيف كل أوكي. الالوان الصيفيه كلها الوان صيفيه كلها الوان صيفيه والوان ترند يعني اخر موضه يعني الازرق كل هاي الالوان هي كثير حلوين الوانها ليك الاخضر شو حلو كثير حلوين كيف يختلف الشغل يعني ناحيه بين نوع قماش او خيط خلينا نقول وبين حتى الخيش اللي هو ممكن يكون شوي اصعب صح لا هو هذا الخيط الاصعب هذا بياخذ اشهر ليخلص لانه هو مشغولين على مربعات كثير صغيره وبدها دقه كثير وبدها انه لبين ما تطلع الرسمه ونعد المربعات ويطلع تمام. الشكل اللي بدي اياه ويطلع يعني رسم رسم الشكل ويطلع الشكل بعدين نوصل لمرحله هاد تمام طيب النوع الثالث اللي قلتي لي معنا هو حقائب يعني اللولو اكسسوار يعني هني اكثر من انهم جزدان يعني هيك تغيير شكل اكسسوار للصبايا هيك اللي بتحسوا نحن هدول حنعمل لهم وحده كثير تمام حنورجيهم الطريقه بعد شوي على الهواء طيب تمام خلينا نحكي شوي على الموضه لهالسنه اليوم كثير الموضه الالوان الجريئه كيف تقدر فعلا الصبيه تنسق بشكل انه ما يطلع فيه زحمه ما يطلع فيه عجقه بالشي اللي لابسته ان كان الشوز مع الحقيبه اللي هي حاملتها مع الاوتفيت اللي لابسته هلا هو اهم شيء انه يكون مثلا الحقيبه حاليا دارجي اكثر انه تكون بعيده كل البعد عن لون الثياب ما شرط تكون نفس اللون ابدا انا على فكره عم جرب لبق شيء مع ثيابي عم طلع انه شو كيف لو انا مثلا عندي الخيار يعني ما بعرف تمام هو بدك تكون الاصفر مثلا ممكن يناسب اكثر شيء الاصفر يعني هو بعيد بس انه بيغير شكل بيكسر اللون بده يكون كثير بعيد بس بده يكون شرط من لون الحذاء يعني هاي اهم شيء تمام هو ايه الشوز يكونوا نفس اللون وبعيدين عن لون الثياب اللابسينه هي اهم يعني اهم شيء اوكي يعني عن جد قد ايه صار هلا ما عاد في قاعده خلينا نقول يعني صار في كسر للنمطيه كسر للقواعد اللي كنا نمشي عليها كل ما لبسنا الوان اكثر كل ما صار احلى كل ما كان كل ما صار أحلى. موضه اكثر كل طيب. ما دخلنا الوان هنا شوي نحكي على الحقائب الكبار اللي هون موجودين هن نفس نوع هي لا توقع اوكي خلص انا رح احملها لهي لورجيهم اياها كثير مهضومه هي كمان نفس المبدا بس القياس اكبر والرسمه بتختلف يعني هي كمان خيط وعلى شبك هي عمليه اكثر يعني هي الحقيبه قصدي اذا الصبيه على شغل على مشوار مثلا نازله سوق هي بتكون عمليه شوي اكثر وبتقدر تحط فيها اغراض نوعا ما هيك صارت لطلعات المساء بدي اقول لك لانه نحن البنات غراضنا كثار وعدي بقى الاقي بشو بدك تحطي هو حتى الخيش الملون كان دائما انه بطلعات الصبح اكثر من انه نطلع فيه المساء مثلا بس لا هذا بما انه ملون والوان موضه فلا عادي والله هي مصره بدها توقع خلص خليها ما بيأثر تمام معناتها نحن صار فينا نقدر نطلع فيه المساء على عكس اللون البيج العادي هو الخيش الملون الخيش العادي كنا بس الصبح ولطلعات المسبح والبحر انا هيك الخيش مثلا انا شخصيا على الان ببالي مثلا بشناتي المسبح تمام بهيك شيء يعني غريب شوي لا هلا صرنا نشوف هلا هيك فينا عادي نطلع فيه طلعه مساء طبعا مو بسهره او هيك يعني لا بس انه فينا عادي نطلع المساء طالعين مثلا مطعم كذا بينحمل لانه الوانه الوان بعيده عن الخيش يعني انت للوهله الاولى ما بتتوقع انه هذا خيش ملون 100% عن جد يعني فيه لمسه الخيش اللون الاساسي بس اخذ الاكسسوار في لون 100% اخذ الاكسسوار طيب هلا بما انه جاي العيد وهيك الصبايا كلهم كمان اكيد عم ينقوا شو بدهم يلبسوا بده يروحوا اكيد معيادات وزيارات ومشاوير فكمان عم يحاولوا ينقوا هيك اوتفيت يكون مهضوم شو بننصحهم بموضوع الحقيبه او الباج اللي هن بدهم يحملوها لتكون كمان ظابطه هي بدها تكون اكسسوار موبايل مفتاح وبس ما اكثر يعني تصغيره يعني هدول كثير ترند هاي السنه اللولو أوكي. اللولو كثير دارجين كثير عم حلو انه الصبايا الملون هو مانو اللولو هيك الابيض الاساسي العادي. تمام هن كان في كل الوانه كتير حلوين الوانه كتير بيناسبوا كل اي شيء لبسناه بيناسب فهو حلو انه يكون هيك شيء مختلف عن الايام العاديه اللي بنحملها مثلا خيش بنحمله بالايام العاديه هدول بس هدول لا انه بدهم عيد بدهم طلعات صبايا يمكن هي شوي ممكن تكون خرج عيد صح؟ تمام. يعني صغيره ومرتبه يعني هيك تحسيها خرج اذا طلعت هي نفسهم بس الرسمه مختلفه نفس يعني الخيط ايه
هذا نفس الخيط أوكي. ونفس المربعات تمام. بس عم تكون الرسم مختلف بين كل واحد وواحد تمام يعني طيب. تصميم القطعة عم يختلف بما أنه حكينا على اللولو خلينا شوي نبلش شغل لنورجيه نحن كيف انعملت هي هيك الشنطة الصغيرة بشكل سريع عينك. هلا أنا هون بلشت عملت القاعدة بالبيت بس مشان فرجيكم مشان يصير سهل علينا تمام هي أي صبية بس بدها شوية دقة وهدوء بتطلع معه تزبطها يعني ما أنا صعب كتير أبداً والله يعني ما بعتقد لا لا ما أنا صعب بس عالك. شوية هدوء وشوية رواق بيمشي حاله بيمشي الحال هلا هو الخيطين بدهم يكونوا أبال بعضهم قد بعض وأبال بعض يعني داخلين من طب احنا دولتين. كيف مثبتينهم بهذا الشكل يعني بهذا الخيط هو عبارة عن خيط ليكي خيط نايلون ايه بس سميك شوي سميك ايه. شوي وهني مشدودين شد يعني كل تنتين منشدهم هيك مع بعضهم بنشد شد فيهم ومنمكنهم مندخلهم على بعض بيقوموا بيرصوا على بعض ومندخل الخيط مندخله مندوره فيهم كلهم مشان ما يفرط معنا وقتنا نحط فيه شيء ثقيل يعني هلا هي القاعده اذا رح فرجيكي بس شغله بسيطه كيف نحن كيف عم نضيف لحتى نشكل اخر شيء تمام شايفي كيف هو؟ ما بعرف إذا قدراني نشوف دخلنا نحن اثنين هيك بعدين هيك دخلنا الثانية بالأولى بالأولى ببعض. وبالعكس تماما هيك تمام شايفي أوكي. كيف؟ أوكي بعدين هاي مندخلها هون هيك صاروا كل اثنين هلا بدهم يرتصوا كل اثنين بدهم يرتصوا فوق بعض ليطلعوا مثل هيك ليطلع بهذا الشكل يطلع. بس هيك يعني بس هي بدها تكون شدة إيد وهدوء حلو كثير اوكي تمام. طيب سؤال نحن كيف مثلا كمان نستفيد منه كاكسسوارات يعني هلا عم شوف انه حتى على الجزادين الثانيه هي ممكن نحن نستخدمها اكسسوار او نحن ممكن يكون عندها شنطه ملينا منها هي ساده ما فيها حركه ما فيها روح كيف ممكن كمان هيك نضيف شغلات تعطيها حركه هلا هو اكثر شيء فينا نستخدمه او نشتغل عليه هو ايد الجزدان الايد او الشيال او السنسال يعني الشيال تمام. فينا نغير مثل ونركب مثل هيك ركبت ايد الخشب عليه تمام كثير مهضوم هون اشتغلت ايد سنارة تمام فينا اي فولار قديم عنا مثلا ما لازم او شيء فينا نلفه على الايد مثلا اكسسوار لا كثير اي اكسسوار كنا نلبسه ما عاد بدنا اياه ملينا كمان فينا ننسقه على الايد يعني بينشغل هي الصراحه بدها شويه خلق يعني كل وحده شوي جعباله او لها خلق ما تكب شغلات هو ما في شيء بينكب يعني هو كله بيستخدم كله تمام. بيلزم احنا النساء هيك مدبرات يعني بنجرب انه نحن ما نكب شيء خلص كل شيء بنقدر نستخدمه يعني ممكن ترجع تصير جديده من اول وجديد تستخدمها وكانه حدا ما يعني كانه اول مره بتحملها اذا حطت لها الاضافات البسيطه تمام اي جزدان تمام كثير حلو طيب قديش تقريبا بياخذ وقت شغل الجزداني احنا عم نحكي اليوم على مثل ما قلتي لي في خيطان هول الخيط ممكن يكون صعب بده وقت الخيش ملون ممكن يكون كمان شوي هيك الشكل اللي بدنا نعمله يكون مانه سهل قديش هذا النوع من الخيطان بياخذ وقت معك هلا هيك هاد شهر ونص تقريبا العمل متواصل متواصل لهذا الجزدان لانه انت ما متخيلي المربعات الصغيره اللي عم ارسم عليها واشتغل فيها يلا طيب اوكي طيب الحجم الاصغر تقريبا يعني مثلا 3 اسابيع بيخلص هلا هاد هيك اخذ معي شهر لانه كمان خيطه صعب يعني رسمته كثير كانت صعبه هي لفوق لتحت هيك اوكي ليكو هاد شو مهضوم حتى لونه هيك اكابر يعني حتى خرج مثلا مع اذا الوحده لابسه فستان اسود حجاب حتى طقم اسود باي شكل مثلا انت هلا مع ثيابك لك شو حلو شايفه مهضوم كثير خلص يعني زبط لك خلص الجزدان مشي الحال يسلم ايديك عن جد كثير حلوين وافكارهم مهضومه يعني ليكو حتى هي هدول البنوتات بزبط لك كل يوم للبنوتات الصغار البنوتات الكبار ما بمشي الحال بيمشي الحال بس هني انا صممتهم للبنوتات الصغار هلا فينا الكبار هيك كمان هيك للكبار اصغر ياخذونا فكره طالبات جامعه بدي اقول لك انه مهضوم يسلم ايديك وان شاء الله هيك يكونوا حبوا الافكار اللي عاملتيهم وان شاء الله هيك نعاد عليك بكل خير وانت بالف خير يا رب شكرا كثير لكم اهلا وسهلا فيكي معنا يا
يا صباح الخير عن جديد لك ستات البيوت اللي فاقوا هلا ولستات البيوت اللي كمان كانوا معنا قبل شوي. اليوم عملنا اكله سهله لذيذه هنديه حد كثير بهالشوبات، يعني فيكم تخففوا شوي حد، بس عن جد صارت معي بخمس دقائق وصدقا انا رح ارجع على البيت واعمل نفسها. فعلا ما بتتخيلوا الريحه لحالها مشهيه وبتجنن. هحكي على السريع شو عملت. كانوا رح الطنجره سوا، هلا هو مثل ما انتم شايفين انا القطع هون عندي دجاج شيش، تبلتهم باللبن، حطيت عليهم يعني طبعا بالبيركس، حطيت لبن ملح، حطينا فوق منهم 4 معالق لبن، هدول هن، وفوق منهم ضفت البهارات الهنديه. البهارات الهنديه انا ممكن اروح على البزوريه واخذهم، مثل هلا ما عندك بهارات هنديه اكيد هن موجودين عندك بالكومودينا، اللي هن كاري، كركم، زعفران، ملح، فلفل اسود، كزبره يابسه وكمون. هدول هن حطيناهم يعني 6 مكونات، خلطتهم مع بعضهم وضفتهم عليها وحتى عطوني هذا اللون اللي كتير حلو. تبلتهم بشوية زيت يعني نباتي أو زبدة أو سمنة أي شيء أنت بدك إياه، قليت معهم تقريبا بتكون تقولوا شيء معلقة من الثوم أو أقل بشوية، يعني اللي ما بيحب نكهة الثوم يعني بس شيء إنه شوية ثوم مهروس، حطيتهم فوق منه، ضفت فوقهم الدجاج وما أخذ معي عن جد يا دوب تشويحة 3-4 دقائق كان مستوي. بس أهم شيء ما نغطي الطنجرة. هلأ بدنا نغطي الطنجرة ليش؟ لأنه هلأ أنا وياكم رح ندخن دجاج التكة سوا. دجاج التكة هو هذا يعني أكثر أكلة هندية مشهورة بالهند، حتى بدول الخليج كتير بفضلوها لهي الأكلة بشكل مو طبيعي، يعني من الصندويشات المميزة عندهم كتير، إلها نكهة كتير طيبة، بالذات اللي بيحب الأكل الهندي حيلاقيها كتير طيبة. مثل ما أنتم شايفين اي شيء ممكن مثلا ما عندك من هي قصديره، ممكن فنجان بس ما بفضل فنجان انا، ممكن يطق يعني هيك يفضل او قصدير. حطينا بقلبه زيت نباتي او زيت زيتون ما بيأثر. الفحمه انا هون عندي صارت جاهزه بس دقيقه نجيب الغطاء حنحط ونسكر فورا. لاحظتوا كيف عطى وهو هون شفاف بين معكم. هلا انا اخذت التدخينه اللي انا بدي اياها وطبعا انا مطفيه تحت منه لانه بصراحه هيك انا اكلتي صارت فيكم تقولوا جاهزه، ما عم بدها شيء غير، وطبعا ورجيكم اياها بشكل نهائي. هلا هون انا بالرز شو عملت؟ حطيت هون عندي المي وحطيت عندي الباقه العطريه قبل بوقت. هلا بشيلها بقى للباقه العطريه، انا ما عاد بدي اياها، اللي هي هيل، لومي، ورق غار، اي شيء انت بتحبيه حطيه خلص انا اخذت اساسا هي الى شوي عم تغلي، اخذت الطعمه اللي انا بدي اياها وخلص. هلا في ناس بتحب تخليها بقلبها بس هي كشكلها بقلب الرز ما بيبقى ظريف. شو رح اضيف عليها؟ هون 1 مكعب مرق دجاج، وعندي هون زيت نباتي، فيكم تضيفوا سمنه، فيكم تضيفوا زبده اللي بدكم اياه، وهيك مع رشة ملح خفيفة. ليش؟ لأني أنا حاطة مكعب مرق دجاج هو أوريدي بيجي مالح، وأنا سبحان الله ما بحب الملح دائما، هو كل ما بدي أكلات بيقولوا لي ما فيهم ملح، عن جد هو الملح ما منيح، يعني قد ما فيكم حاولوا خففوا ملح خففوا. هلا رح نقيم وسقط الرز. طبعا الرز هون أنا عندي إياه طويل أبيض، وقلت فيكم مثلا الله على هالريحة، فيكم ما تعملوا جنب منه رز أبيض، ممكن تضيفوا عليه مثلا نعمل مثل ما قلنا خبز التورتيلا، ممكن خبز سمون نفتحه نحط بقلبه خس مايونيز، اي شيء اي انت وصوص انتم بتحبوه وبتحطوه، يعني ممكن هو مثل ما قلت لكم له كذا طريقه تقديم. انا اليوم حبيت اقدم لكم اياه مع الرز، ومثل ما انتم شايفين انا ما ضل شيء اعمله غير استنى على الدجاج التكه لحتى يخلص. بدي اضيف عليه اضافه كثير صغيره، اللي هي بما انه انا بقلب البهارات الهنديه في عندي كزبره يابسه، يفضل اني انا زينها باخر شيء بالكزبره الخضراء، وراح اقدمها مع الرز الابيض، وما ضل غير ترجعوا لعندي لنشوف الشكل النهائي الجميل والرائع جدا كالعاده. سلم ايديك يا شيف، يعطيك الف عافيه. شكرا كثير لك شيف. يعني مشاهدينا المقومات اللي بتحول حياتنا لمجموعه ايام متراكمه بعيده كل البعد عن الشغف هي عدم قدرتنا على تعويد عقولنا على النجاح والسعاده او حتى تكوين علاقات اجتماعيه صحيحه. تماما يا رنا، ولهيك نحن دائما بنستمر بالبحث عن الحلول والطرق يلي بنوصل من خلالها لاسلوب حياه صحي وسعيد. رح نعرفها سوا بهالتقرير. أوقات بيوصل الإنسان
سيرتنا الخاصة ونوثقها على ورق حتى ما نستهين بالجهود يلي عم نبذلها. ولما نشعر بعدم القدرة على تحقيق الأمور يلي بنحلم فيها لازم نعيد النظر وناخد استراحة لفترة. وبالنهاية بيقول الاستشاريين النفسيين أن طريق النجاح ما إله تاريخ انتهاء صلاحية، لأنه بيضم كل الناس يلي موجودة بزمن الإعلام على الإنترنت. لهيك رح تحس أنك غير ناجح لكثرة الناجحين على الإنترنت. ما تهتم لهذا الشعور أو لنفسك واستمر بالشي يلي بيحقق لك الرضا الذاتي ويلي بيتوافق مع قدراتك. مع تبدل الفصول بتبدأ الكثير من ستات البيوت بإضافة بعض التعديلات البسيطة بالديكور كفرصة لتجديده وكسر الروتين والملل بالبيت، لأنه لكل وقت أكيد أثاثه الخاص. تماماً يا رنا، فهي بتدور على أحدث الصيحات يلي بتناسب الأثاث لتواكب كل جديد. بفقرتنا لليوم رح نحكي عن هاي الصيحات الحديثة للديكورات المنزلية وكيفية توزيع الأثاث بطريقة صحيحة ومناسبة وبأبسط التكاليف. كيف ممكن نجهز ركن خاص باستقبال العيد؟ كمان رح نعرف اليوم مع مهندسة الديكور راما كيالي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. بونجور، أهلا وسهلا راما معنا. يعني كثير بنحس هلأ خصوصي مع الصيف بيفرق البيت كله، سبحان الله. يمكن الضوء بيختلف، بنشيل السجاد بنحس البيت صار مختلف، وكمان اكيد الديكورات الجديده اللي عم تنزل بيحبوا دائما ستات البيوت يكونوا مواكبين لهي الصيحات. خلينا نحكي شوي على اخر صيحات 2022. هلا مبدئيا نحن وقت نستقبل فصل الصيف اكثر شيء بفضل انه نحن نستخدم الالوان الفاتحه. هلا دائما نحن عندنا قاعده انه بالشتاء بنستخدم الالوان الغامقه، الوان الدارك شوي، فلا بالصيف بفضل انه ننتقل للالوان الفاتحه. يعني انا اذا عندي مثلا غرفه كلياتها مثلا لونها كريمي او اوف وايت، بفضل انه مثلا دهن حياتي يكون من الوان التيفاني الاكوا، مثلا من الوان البنفسجي الفاتح. حتى بفضل كمان حتى الفرش اذا كان ساده نحط له كاشنز معرق، حلو التعليق والورد كثير بالصيف، وندخل هيك مثلا زريعه صناعيه او زريعه طبيعيه بالبيت. كمان هي عم تعطي كثير لمسه حلوه. تمام. يعني بدنا نحكي هلا عن طريقه مناسبه كمان ضمن المنزل لتوزيع الاثاث لحتى يكون مناسب لست البيت يلي فيها، من خلاله تقدر تعمل مساحه ضمن البيت. مساحه كثير مهم، يعني انا بيتي صغير ولكن عندي كثير اغراض، ما عندي مساحه واسعه، يعني ما حقدر يكون في عندي مثلا اعمل ركن او كورنر نزل عليه هيك شيء طقوس معينه ضمن العيد او المناسبه الموجوده. كيف لازم رتب واعمل هذا الترتيب؟ هلا اهم شيء ست البيت هي بتعرف اكيد بيتها شو بيناسبه. يعني انا مثلا عندي غرفه صغيره ما فيني استخدم لها قطع اثاث كبيره او احط فيها مثلا كنب حفر او كنب جدا كبير. اكيد يعني بالغرف الصغيره بستخدم نظام الكورنرات، نظام الفرش شوي اللي بيجي سمبل ماله كثير فخم. بنفس الوقت بحاول استغني عن اي شيء انا ما بيلزمني، يعني مثلا اذا في عندي مثلا طاولات صغيره انا حاططها بزوايا انا مالي، يعني مالي لازمه بستغني عنها مشان انا استخدم هذا الفراغ بشيء اني انا يقدر يخدمني. وكمان بنفس الوقت سألتيني انه مشان اذا بدنا نحط كورنر او شيء بامكاني ساعتها استبدل، وقت تجيني مناسبه انا بستبدل. مثلا عندي طاوله بالزاويه حاططها بشيء لا بحط بدالها شيء انه ستاند للعيد او اي شيء، بما انه نحن هلا مقبلين على عيد الاضحى فيني استبدل شيء بشيء بداله. وحط بقى للكدويات للضيافه كل هدول القصص. ولما يكون عندي انا المساحه صغيره بستخدم المرايا، يعني كمان بدي استخدمها بحيله ذكيه. مثلا انا عندي ما فيني احط المرايا كمان بشكل عشوائي، حتى هي لازم يكون لها نظام وترتيب، بحاول احطها مواجه الشباك تعكس الضوء الخارجي، كمان هذا الشيء بيعطيني مساحه اوسع. كمان فيني استخدم مثل ما خبرتك بالمساحات الضيقه الالوان الفاتحه، استخدم الاناره المخفيه، هي بتعطي خدعه بصريه اني انا انه عطت الغرفه تعطيها مساحه اكثر. طيب كمان دائما نحن بنجرب هيك نلبق كل شيء مع بعضه، يعني في ناس مثلا بيكونوا حاطين برادي سميكه بفصل الشتاء، هي اكيد بترد البرد وهيك، وفي ناس بيشيلوها بيحطوا برادي اخف. كيف انت بتفضلي يكون هذا الموضوع، يعني يكون اكيد ملائم مع فرش البيت، وهل بتفضلي انه الواحد يبدل فعلا برادي بين الفصول او ممكن لمسه بسيطه يمشي الحال؟ هلا الستائر عنصر جدا مهم بديكور الغرفه، يعني انت اول ما تفوتي بتوقع عينك على الستائر، يعني هي اساس الغرفه.
هلا بالصيف اكيد طبعا انا بفضل قماش الاوركانزا، التول، الدانتيل، الفوال حسب بقى ديكور البيت، بس انه كمان لازم استخدمها بطريقه صحيحه، يعني مثلا انا عندي شباك ما بروح بركب الستاره على قد الشباك، لا بركبها، يعني انا لازم دائما اركب الستاره على قد الحيط تماما. تمام. خصوصي يمكن بالصالون او بالاوض الرئيسيه. تماما اكيد، وبنظام الكلاسيك انا لازم البرادي تكون نازله على الارض، بنظام المودرن لازم تكون البرادي ملامسه للبلاط، يعني ما يعني كل شيء له شيء. وهلا بال 2022 عم نستخدم كثير مثلا للكلاسيك ستائر موديل الباتيو، وبالمودرن عم بستخدم الويفي، هذا كثير دارج وحلو، وفضل كثير كثير ما نستخدم تعليقات، ما نستخدم الوان، كثير البرادي بالذات تكون كثير سمبل، كثير تكون الوان فاتحه، ما دخل اي شيء ثاني. تمام. يعني في ناس فعلا بتحب البساطه باختيار الستائر، ممكن تنقي الشيفون الناعم اللي ممكن عليه تطريزات خفيفه بالصيف، حلو يمرق ضوء الشمس، اشعه الشمس نشعر فيها ونحس فيها. طيب في بعض البيوت الكبيره يلي بس ينقام السجاد ست البيت بتحس الفضاء، ما هيك تضطر انها تشتري ولو سجاد صغير او قصير يعني تحطه على كنار الطاوله الموجوده، هل بتفضلي هذا الشيء بالصيف ولا لا خلص استغنينا ممكن نلاقي حلول بديله؟ هلا ليكي كان بالقديم وقت نشيل السجاد خلص نشيله، بس هلا لا رجعت عم ترجع تدرج قطع صغيره لو بالصيف اذا كان البيت جدا واسع، اذا صغير اكيد لا. لانه القطع الصغيره بالمساحه الصغيره او حتى بالمساحه الكبيره بتعطي تشريك، يعني انه خلص خربتي المساحه صار يعني منظر مؤذي للعين. بالمساحات الكبيره حلوه تحت الطاولات بس مو كمان كثير نكتر، يعني بشي مقبول، يعني ممكن بين الكنبايات اذا كورنر صغير فاضي ممكن تحت الطاوله مو اكثر. تمام. هي قطع السجاد التبريزي او قطعه فورير مثلا صغيره ملحوشه حلوه ممكن كمان تطلع حلوه. طيب كنا عم نحكي من شوي على الكورنر او على الزاويه اللي احنا ممكن نعملها، شفنا كثير بالفتره الاخيره بكل الاعياد والمناسبات صارت الناس عم تحب تزين، يعني ان كان زينه خارجيه او ان كان بقلب البيت، نوع الضيافه تكون عم تتقدم بطريقه حلوه مناسبه مثلا لاجواء العيد، شو ممكن كمان نعطيهم نصايح عن هي الزاويه؟ ممكن هي تكون زاويه صغيره حسب طبعا مساحه البيت، كيف ممكن نحن نعملها بطريقه حلوه ونستغلها كمان لموضوع الضيافه؟ هلا انا حكيت قبل هالمره الستاند المناسبات صار شيء كثير اساسي وضروري بكل بيت. هلا بعيد الاضحى فينا نحن نستخدم، نحن بتعرفوا رمز عيد الاضحى هو الخروف الصغير، صح؟ تمام. فينا نستخدم مثلا نجيب نحن مثل شجره خشب صغيره ننزل منها مجسمات الخروف مع اناره مخفيه، فيني احط شموع مع الشوكولا البيتي فور، الوان فاتحه بستخدمها كافيه جدا انه تعطي خلاص تاتش حلوه لل في عالم هي بتحب تعمل هيك الخواريف انه كونه بيشبهوا القطن، فممكن كمان ينعملوا يعني بتصنعوا من اكثر من ماتيريال بيطلعوا كثير حلوين. تماما. رح نحكي عن مدخل البيت كمان لازم يكون متجهز للمناسبات والاعياد اللي حابين، ولا لا ممكن ترجع ل يعني ست البيت هي شو بتحب، اذا بتحب تضيف زياده للتعديل والزينه والاكسسوار، ولا لا ممكن تتركه مثل ما هو ومثل ما اخترنا نحن الكورنر اللي نقينا عليه للضيافه. تمام. هلا انا لك شغله، ست البيت هي مثل ما بيقولوا ادره ببيتها، هي بتعرف شو بيناسبه، اذا كان البيت كثير صغير انا ما فيني كمان احط له زينه من اوله لاخره نهائيا، افضل انا بمدخل البيت انه حط عبارات مثلا عيد مبارك، اضحى مبارك، وخلي ديكور الاساسي للبيت، يعني أضوية. مثلا الاناره كثير مهمه بمدخل البيت، بتعطي فخامه انت جدا اول ما تفوتي. الزريعه كثير مهمه، بختار زرايع خاصه بتنحط اندور اللي بتتقبل شمس بدون شمس، يعني بتعيش كل الفصول. والوان فاتحه، ما كتر كثير فرش بمدخل البيت، حاول كمان حط والبيبر 3 دي مشان يعطي فخامه انا وفايته. والباب في بعض الستات بيحبوا كمان يزينوا شيء بالباب، حطوا شيء على الباب. قلت لك يعني حلو، مثلا قلت لك اذا في عندي بالمناسبات شيء خاص بيناسب هذه المناسبه ممكن احطه على الباب، بس ايام باقي السنه لا، بفضل كل شيء يكون سمبل وعلى الطبيعي. تمام، بيطلع اكيد احلى. بنشكرك كثير لوجودك معنا وان شاء الله بينعاد عليكي بكل خير. ميرسي كثير على الاستضافه الحلوه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيكي. يعني مشاهدينا، من العناصر الاساسيه باي ديكور داخلي هي التريا او الثريا، واختيارها اكيد بشكل صحيح مو بس هو بيكون مفيد للاشخاص ان كان بالاضاءه، كمان اكيد بتعطي للبيت اضافه انيقه بالغرفه. بهالانفوجراف رح نتعرف على كيفيه اختراع الثريا للاثاث او لفرش البيت بطريقه صحيحه.
طبيعة اسكتلندا الساحرة بتجعل أي شيء أثري فيها ومميز، وبيمتلك مشهد بين الطبيعة والحجر بيدفع كل زائر ليكتشف شو السر وراء جماليتها. اليوم رح نتعرف على قلعة ألينين دونان الشهيرة بمرتفعات هاي المدينة. رح نتابع كل هاي التفاصيل بهذا التقرير. على جزيرة صغيرة وسط المرتفعات الرائعة يلي بيتميز بها الجزء الغربي من اسكتلندا، وفي جزيرة دونان توجد قلعة تاريخية حصينة عمرها أكثر من 800 سنة، وهي واحدة من أكثر القلاع الاسكتلندية ظهوراً بالأفلام السينمائية والصور. بنيت قلعة أيلين دونان على هالجزيرة بغرض حماية اسكتلندا، وحملت نفس اسم الجزيرة، وشيدت للمرة الأولى بالقرن الثالث عشر الميلادي، لكن تهدمت بشكل كامل بالقرن الثامن عشر أي بعد 500 سنة من بنائها. أما المبنى الموجود الآن يعود عمره لأوائل القرن العشرين حين تم ترميم القلعة بنفس مكان الأصلي عام 1912، واستمر العمل فيها 20 سنة حتى افتتحت عام 1932. وأهم ما بيميز الآن هو نصب تذكاري للحرب العالمية الثانية تم وضعه خارجها، وهو عبارة عن مدفع قديم يعود لتاريخ الحرب. وبترتبط القلعة باليابسة عن طريق جسر مشاط، وتحيط بها مناظر طبيعية جذابة، وهذا هو السبب يلي جعلها أكثر الأماكن زيارة بالجزء الغربي الأسكتلندي، ودائما يجد السياح العديد من المفاجآت من بداية دخولهم وحتى انتهاء الزيارة. وأول هي المفاجآت هو أنه حجم القلعة من الداخل كبير جدا غير ما بيعكسه مظهرها من الخارج. وتبدأ الزيارة بالمشي على جسر المشاط يلي يعبر المياه نحو القلعة، وبانتهاء الجسر توجد بوابة القلعة المحمية من قبل أسنان حديدية عملاقة تقود إلى فناء كبير ترى منه طوابق القلعة الثلاثة يلي بتتوزع عليها غرف وقاعات عديدة، كما أن هناك عدة معارض داخلها بتوضح للسياح كيف كانت الحياة داخلها من زمان. أحداث فعاليات وابتكارات يومياً بيشهدها العالم ومنرصدها لناخدكم بجولة صغيرة ونعرفكم على أبرزها بهالجولة المنوعة السريعة اللي رح تكون من مصر، فلسطين، الكويت وروسيا. جولتنا المنوعة بلشت، وبداية أخبارها حتكون من مصر وتحديداً من محافظة الإسكندرية يلي افتتحت أول شاطئ مخصص للمكفوفين، تم تزويده بكافة إجراءات السلامة لضمان المتعة والأمان لفاقدي وضعيفي البصر، وتم إنشاء هالشاطئ ضمن مبادرة شاطئ ذوي الهمم. ومن مصر لشواطئ مدينة غزة الفلسطينية، تسنيم أبو حية صبية عم تتحدى ظروف الحصار وتعبر من خلال فنها وريشتها عن تمسكها بالقضية، والمميز أنها عم تستغل هدوء الشاطئ لترجم كل أفكارها على اللوحات بكل صفاء ورواء. محطتنا الثالثة حتكون من الكويت. بهدف الحفاظ على التراث الغنائي والموسيقى الشعبية الكويتية، افتتح متحف الفن الحديث جناح مخصص لهالهدف تحت عنوان بيت الموسيقى، يلي رح يستضيف العديد من الدورات التدريبية بمجال العزف وخاصة للمواهب الشابة. أما خبرنا الأخير حيكون عن رائد الفضاء الإماراتي صالح العامري،
يلي انتهى بنجاح من مهمة محاكاة الفضاء بالتعاون مع مركز البحث التجريبي للفضاء بالعاصمة الروسية موسكو. وهالمهمة عبارة عن رحلة افتراضية للقمر تستمر لـ8 شهور متواصلة، والهدف منها هو تحقيق التواصل والانسجام بين طاقم الرواد يلي بيمتلك كل واحد منهم خلفية ثقافية مختلفة. ومن بعد هذا الرواء كله إن شاء الله كمان أبراجنا تكون رايقة لليوم، ولكن نجلة أباني رح تخبرنا. يسعد صباحك يا نجلة. صباحك خيرات يا نور. صباح الخير يا حلوة، يسعد أوقاتكم. لا تصدقون هن مو رايقين بس أنا اللي رايقة. القمر ببرجي. القمر ببرجي. هلا لازم نحن نشهد لك دائما نجلة. أيوة والله. الله يسعدكم يا رب. يسعد صباح الجميع، ضلوا دائما بخير. 5 تموز اليوم، يعني 5/7. تمنياتي للجميع بالخير. أكيد كواكبنا ما زالت في أماكنها، عطارد متقدما في برج السرطان إلى جانب الشمس. بالتأكيد المريخ ما زال كوكب الطاقة والحماس يتقدم في برج الثور. وبالتأكيد الزهرة ما زالت في برج الجوزاء، بدها 15-16 بالشهر لتدخل على برج السرطان. أول أخباري لعزيزنا مولود برج الحمل اللي لسه الأمور العلاقة براحة، بنوم، حابب يرتاح، حابب ينام. اليوم للعمل بامتياز. ما بعرف ما تروح وقتك، تفاصيل ما كتير تلزمك مولود برج الحمل. ما بعرف إذا عم بتداوم أكثر مما يجب بدلاً عن حدا مثلاً، أو عندك نوع من أنواع الأعطال، أو غارق بالمشاكل، بس اليوم ما له خلاق للأخذ والعطاء مولود برج الحمل. حابب ينعزل وما له أخذ، ما له خلق أنه يأخذ ويعطي مع الناس الحوالي. عنده إحساس بتعب صحي. عكس مولود برج الثور اللي اليوم للطاقة للحماس، وجود المريخ ببرجك بيخليني أقول لك أنه أنت عندك إيجابيات العلاقة بفئة بكير. بس دائما أنا بقول القمر لما بيكون بهذا الموقع بيكون هيك فاير دمنا من شيء قصة حابين نعملها وما عم تزبط، أو يعني وخاصة كمان وجود المريخ في برجك. بس اليوم للتقدم العملي، للأخبار المطمئنة، لتحسن مركزك، لترتب أمورك، لتترك مجال للنقاش. اللي الآن هو مولود الجوزاء الحقيقة في شكوك عم تراوده، ما بعرف على قصص ما كتير زابطة معه، خفف من منسوب القلق بالنقاش، لكن مو النقاش العصبي، النقاش الهادئ على كل الأحوال. اليوم في عندك جفا أو غيرة أو حسد أو نوع من أنواع الإزعاجات، يمكن حتى بسبب ذكور في حدا هيك عم يتمألس بقى، شلون بالعربية الفصحى عم يسخر من أمورك. عموما بالسورية تمألس، بس فعليا هو يسخر من بعض الأمور اللي أنت معتبرها ثوابت. مولود برج السرطان اليوم عم بيلاقي الحفاوة أينما وجد، عم بيشاهد إيجابيات وضعه، عم بيركز على أولوياته، عنده مسؤولية، قوة قرار، أمور مالية مهنية جيدة. يعني اليوم عم تعيش إقبال على الحياة، واليوم كأنه أشقاء، أهل، أسرة، بظن في شيء من هذا القبيل متواصل معهم. مولود برج الأسد غالباً عم تناقش بعض الأمور المالية، والحياة أمورك المالية ضمن إطار الجيد، بس هو هالـ15 يوم للدفع وبامتياز، أو للقلق حتى على الصعيد المالي، أو لتراجع حساباتك، ما تتورط كتير بأمورك. يعني أنا كتير بنصحك هاي الفترات إذا في إزعاجات من تأخير اتفاقيات أو تأجيلها، فأنت كمان لا تزيدها بصرف أكثر مما يجب. مولود برج العذراء اليوم القمر ببرجه عم بيخليه أكثر نشاطاً مما هو معتاد، مليان طاقة أو حماس، ويمكن في عنده نوع من أنواع الأوضاع العاطفية اللي ممكن تكون إيجابية، الأوضاع العاطفية مع الأشخاص حواليك، أو بعض هيك كأنك تبني أو تعيد هيكلية بناء، أو تطالب بحقوقك، أو مشغول باتصالات مع الآخرين. تواجهك بعض الضغوط مولود برج الميزان، يعني لسه ممكن يكون بقى لازم تستوعب ظروف الآخرين، أو ممكن تخوض خلافات مع الشريك، أو المواجهة مع حدا من الناس اللي حواليك محتملة، ربما تشعر بقلق، سلبية، حزن أو انفعال. العقرب أنت اللي مبسوط اليوم، عندك فرص للتعارف سواء أشخاص جدد أو أصدقاء قدامى، أو إجراءات مهمة أو اجتماعات أو معارف، بس غالباً أنت تنشغل بأمور شخصية تفتح أبواب عاطفية لتعارف، مثل ما قلنا لدعم أو تأييد. يوم اجتماعي بامتياز، فيه حركة، تشويق وإيجابيات على الصعيد الاجتماعي. سفر يمكن.
مولود القوس انت اللي حاول انك تحافظ على الانسجام حواليك. وجود القمر بالعذراء بيخليك ما كتير كتير الاريح خليني اقول، بس انتبه من عدائيتك، من احساسك انه انت هيك عصبي شوي، ما تتصرف بتسرع، انتبه على كلمتك. عنيد اعتقد مولود برج القوس اليوم، لذلك حافظ على مواقعك ومكاسبك وكن متحفظا قدر استطاعة، يعني قلل بكلامك ونقاشك. القوس ينتمي إلى الأبراج النارية، لذلك ردوده أحياناً بتكون شوي عصبية. نتر مولود الجدي اليوم، لا الأمور له إيجابية وجيدة، كأنك عم تدخل مفاوضات ناجحة أو عم تحقق بعض الأحلام والطموحات أو عم تنجز أعمالك بطريقة جيدة. عندك حدة ذهن، شراهة في التعلم، في عندك قدر كافي من الهدوء، وفي شيء عم بتحطه موضع تنفيذ. يوم برج الدلو عنده طاقة إيجابية، واليوم جميل للمحبة لمولود برج الدلو. حد الأيام الإيجابية لتشرح وجهة نظرك، لتأثر على الآخرين، تليفونك ما عم بيوقف رن وعم بتلاقي حلول لبعض المشاكل. مولود الحوت أنت اللي عندك اليوم تأجيل أو تأخير أو بعض المتاعب، صدامات ربما مع الآخرين. هلأ أنا بتمنى أنه تأجل قراراتك خاصة الشخصية، يعني ما تأخذ قرار شخصي قبل 15/7، لأنه لسه الزهرة في برج الجوزاء عم بيخليك شوي متشنج على الصعيد الشخصي. أو التأجيل أصلا ممكن أنه يفيدك هاي الفترات. مولود برج الحوت، لا تعاتب اليوم لأنه عتابك غالبا رح يعرضك للمشاكل. خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 5 تموز، المسالم والذي يكره العنف ويخاف الحروب ويتجنب المناقشات. صاحب ذوق رفيع باختيار ثيابه، أساس بيته، بعمله حدا ناجح، خاصة إذا بيشتغل بالأدب أو المال، فأعتقد أن أموره ضمن هذا الإطار جيد جدا. ذكي، بيعرف يرتب أموره، اجتماعي، شخصية تقليدية عموما، مو كتير باحث عن الجديد أو كل شيء أجدد شيء بالحضارة، يسمى شوي مغرور أحياناً، يمكن لأنه كتير بيحكي عن نفسه بطريقة معجبة بنفسه، بس يعني لا، هو حافظ الأسرار بالعمل، حدا كتير نظامي. طبعاً السنة بالنسبة له تعتبر سنة جيدة جداً إيجابية، فيها نوع من أنواع التغييرات، مع أنه أنا بظن يعني مو هاد الشهر، الشهر اللي بعده. هلأ هذا شهر جيد بالمجمل، بس يعني بدك للشهر القادم لنبلش فترة العلاقة بتغييرات. هلأ تغييراتك غالباً عائلية عاطفية. رسائلكم أكيد على 18:45 من أي موبايل داخل سوريا. يسعد أوقاتكم. منذر، مو كل يوم منعايد لك عمك منذر، مع أنه أنت ما أنك كاتب أنه منذر، بس يعني مو كل يوم لازم نعايده لعمك، مو 7 ليالي ملاح مثلاً عمك عم يحتفل بعيد ميلاده. صباح الخير للعذراء والحمل، بدي يوم وشهر وسنة يا شباب. صباح الخير لأحمد أبو شهاب، أمورك جيدة جداً يا أحمد، وسنة كتير مهمة بالنسبة لك، لأنه فيها تغيير. أعتقد تغييراتك هلأ هاي الفترات، سكن، مكان إقامة، نقلة من مكان لمكان، في شيء من هذا القبيل. محمد علي عم بيعايد على صديقه العسكري عدنان الزريق، يسعد أوقاتك يا عدنان الزريق. آية بنت فاطمة، أمورك إيجابية جداً يا آية وجيدة، لكن ليس قبل 15/7 15 تموز. الأمور بتبلش تحسن طبعاً الشهرين الصيف هيك، الصيف الحار أعتقد رح يكونوا للتغييرات بالنسبة لك الإيجابية. كأنه بدك تساعديني صح؟ هيك إحساسي يعني، كأنه حابة ساعدك وأخذك مشاركة. معنا مشاركة من السيد محمود عاشور، عم يعايد بنته سيدرا المنتهى. إن شاء الله كل سنة وأنت سالمة يا سيدرا، حابين تعايديها وتشوفي لنا حظوظها 5/7/2008. لا هي أكيد إنه سمعت حظوظها و2008. روحي نامي سيدرا، كل عام وأنت بخير، ويجعل أيامك دائما سعيدة، ضلي دائما مبسوطة، بكفي إنه ما عندك شيء سيء صحيا. كل عام وأنت بخير يا سيدرا. سوسن عم تسألني مع مازن، علاقة جيدة يا سوسن، بس لا تعتبر إحدى العلاقات الأفضل. في مشكلة عندك حقيقية يا سوسن، أنت شديدة العناد، شديدة الحساسية أكثر مما يجب، والحقيقة هو كمان هيك، يعني هاي دائما مشكلة تصطدموا فيها،
وما تنسي الفرق بالكرم بيناتكم، يعني هو بفرجيكي انه اكرم بس بالحقيقة هو ابدا ما له علاقة بالكرم. اذا بدك يا سوسن، مع ذلك علاقة فيها حظوظ هذا العام. مارتا عم تسألني مع عبد الرزاق، مانك بعثتي لي تفصيل يا مارتا، بس الأكيد إنه أنت عندك شهرين حلوين على الصعيد العائلي، يعني وارد يكون فيهم نوع من أنواع التغييرات. إسراء بنت منال، أمورك جيدة جدا يا إسراء، على الأقل هذا أفضل شهر السابع، أنا عم بحكي أفضل شهر بالنسبة لك والأكثر إيجابية، يعني السنة كتير مهمة بالنسبة لك، بس هلأ تقريبا لبلشت. كان في أشهر جيدة بس مو مثل هذا الشهر، هذا الشهر هو الأفضل. علي البارودي 99، والله حظوظك مساعدة يا علي، بس المشكلة مو هالفترات يا روحي، لسه بدك 10 أيام، بعد العيد، بعد العيد علي البارودي بتبلش أمورك تتحسن. شام حمادة، يسعد أوقاتك يا شام، 76 مواليدة، أنا بعتبرك بسنة بتاخد العقل، خاصة أمورك المالية. هلا وقت تتحسن أمورنا المالية بتتحسن كل أمورنا، ما عندك شيء سيء صحياً إلا بآخر 4 أشهر يا شام، آخر 4 أشهر إيه في شيء وضع مالي لا يعتبر كتير الأريح، لذلك كتير مهم إنه أنت تحاولي قدر المستطاع كل شيء هاي الفترات قلقك صحياً إنك تعالجي. محمد سالم سكيف، يسعد أوقاتك يا محمد، سنة جيدة جداً جداً لألك يا محمد، والسنة مهمة ولأنه فيها تغيير خاصة بشي على الأرض، يعني من أرض إلى أرض أو من حالة إلى حالة. آمنة بنت خالدية، حنبارك لك إذا أراد رب العالمين يا آمنة، حظوظك مساعدة جدا خاصة من البكالوريا، وأنت شطورة آمنة. ليس عم بيسألني عن أموره، أمورك جيدة عاطفيا ليس، شوف لنا بنت جيران من هون، بنت جيران من هون، لأنه عاطفيا أمورك الأفضل يا روحي. طبعا بس اقول عاطفيا بكون هو مواليده 2010 2009 هو 8 طبعا. اوكي محمد 95، يسعد اوقاتك يا محمد، امورك جيده جدا بهالشهرين، هن احدى الاشهر الافضل بالنسبه لك واكثر الاشهر اللي لها علاقه بتغيير. انسى محمد الشهر الماضي، قلب صفحه وافتح صفحه جديده. فاضل، ما بدي اختم المشكلة ببي فاضل اللي مو كتير مرتاح، لازم اخذ رسالة بعدك. فاضل ما كتير مرتاح روحي، هلا هذا الشهر جيد من 15/7 إلى 20/8 هي أكثر فترة العلاقة بالتغييرات في هذا العام، وارد إنه تعمل تغييرات، بس كسنة كاملة لا تعتبر إحدى العوامل الأفضل روحي، هي السنة الجاي سنة حظك يا فاضل، فكسابها ال 15-20 يوم الحلوين اللي هي بين تقريبا 15/7 ل 20/8، هون في شيء ممكن بارك لك فيه اذا اراد رب العالمين. زهراء، يسعد اوقاتك يا زهراء، زهراء والله حظوظك جيده وايجابيه وامورك حلوه، وغالبا هي سنه فيها تغييرات، لن تمر اعتياديه هذه السنه، غالبا فيها ارتباط، ما بعرف اذا على بالك، يعني انا بس بظن انه في شيء بدي بارك لك فيه، يعني لو بداية جديدة. أحمد ناصوري، يسعد أوقاتك يا أحمد، أحمد شهرين بياخذوا العقل، استفيد منهم يا حبيبي لأنه الأفضل يعتبروا بالنسبة لك مادياً وعاطفياً، فشوف بشو بدك يعني بارك لك مادياً عاطفياً. غسان ما بعت لي تفصيل يا غسان. وسيم، يسعد أوقاتك يا يسعد أوقاتك يا وسيم، وسيم عندك سنة بتاخد لعقل لابد فيها إذا أراد رب العالمين أولاً وأخيراً، من قصة أنا بدي بارك لك فيها طبعاً إذا أراد رب العالمين، حظوظك قصوى. بس وسيم أنت حدا بتترك الأمور على البركة، يعني شلون ما أجت تجي، هذا الزمن الصعب ما عاد يمشي بدون تخطيط، يعني قول هالشهرين الجايين عندي حظوظ مساعدة جداً، لازم أعمل كذا فكثف جهودي بهذا الكذا اللي أنا حابة أعمله، لا تترك الأمور روحي هيك شلون ما أجت تجي، خطط لها يعني. عموما سلاف حمادة، يسعد أوقاتك يا سلاف، والله سنة جيدة جدا يا سلاف، إحدى الأعوام الأفضل بالنسبة لك والغالب فيها تغييرات، فيها تغييرات مهمة إذا أراد رب العالمين. حابة أخذك آخر مشاركة، حسيت اليوم مدام نجلة لكم حظوظكم وأنا بعايد مواليد اليوم، أخذي هذا الدور. معنا اليوم عروبة الصالح مواليد اليوم، إن شاء الله كل سنة وأنت سالمة يا عروبة، مواليد 63، كل عام وأنت بألف خير يا عروبة ويجعل أيامك سعيدة. لا أمورك إيجابية إذا أراد رب العالمين
ولو انه اخر 4 شهور بالسنه هي ممكن تحمل نوع من انواع التغييرات، ارث، ممتلكات، بيت، عقار، الله يقدم لك في الخير. كل عام ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير مدام نجلاء. الله يسعد صباحك. اهلا وسهلا. صار وقت نحن وياكم نروح مره اخيره لعند شيف تهامه ونشوف طبقنا بشكله الاخير. يا صباح الخير عن جديد لستات البيوت اللي ناطرين يشوفوا أكلة الخمس دقائق طيبة ولا مو طيبة. يا جماعة عن جد ما بتتخيلوا قديش طيبة وقديش لذيذة. طلبت من المخرج إنه بس عطيني شوية وقت لحتى نعبيها أنا وياكم. يعني إذا حابة مثلا هيك تعمليك شي شغلة لزوجك، تراضي حماتك، هدول القصص. شوف شو عملت أنا. بجيبوا زبديتين، واحدة أكبر من واحدة. أنا من جوا حطيت هون زبدية كتير صغيرة، كنت تقولوا مثل هاي مع المرزة مبينة معكم، بعدين هاي هيك بهذا الشكل. هلأ ورصيت الرز كتير منيح. هلأ إذا رز مصري ما شاء الله لحاله بيكون ملبسين، بس إذا رز طويل لأ بده رصة لأنه ممكن يفرط. هلأ شوف شو رح يعطينا هذا الشكل. يعني تقديم الصحن اليوم رح تكون غير شكل. هلأ رح نقيمه ونقلب. متى ما قلبنا يعني خلينا مثلا ما رحنا عن مطعم نجيب جو المطاعم اللي عنا. هلأ هيك من قيمه. يا السلام عن جد شوفوا شكله قبل ما احط بقلبه شيء كيف حلوه. هلا رح نقيم قطعه دجاج التكه ونحطها هون بالنص. طعمه يعني كله عم يقول لي الريحه فعلا تاخذ لعل. كيف الطعمه؟ الصراحه الطعمه ما حدا ذاقها غير انا. بقى خلص انا لحالي رح انقل لكم الفكره. طيبه ولذيذه ونصيحه جربوها وبخمس دقائق بتخلص. مثل ما قلت ما حبيتوا تقدموها مع رز، ممكن تقدموها مع هيك تمام، ممكن تقدموها مع خبز، ممكن تقدموها مع كاتشاب كذا. هلا ممكن كمان نستخدم شوي من ريد جولد او من اللي نحن الذهب الابيض، الذهب الاحمر سوري. شطه كمان ممكن اللي بيحب يزيد شطه زياده، ظريفه كثير. هلا شو ضل عنا؟ كزبره الخضراء. هلا اللي ما بيحب الكزبره الخضراء يمكن بيقول لي لا هاي الحركه بلاها، بس لا لازم نعملها بهذا الشكل. يا سلام عن جد رح اقرب قبل ما اصوره. وهيك صار عندي الصحن الهندي الحار جدا جاهز. شو رايكم يا صبايا؟ تمام غير شكل. شكرا. الله يسلم ايديك. الله يسلمكم يا رب. الله يعافيكم يا رب. والله شكلها كثير مشهي. يسلم ايديك. الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. وهيك بكون وصلنا معكم لختام حلقتنا لليوم. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بفقراتنا واستفدتوا منها. ان شاء الله يا رب. يعني حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم بكل فقرات تقاريرها ومواضيعها. بيتجدد موعدنا معكم بكره. تبقوا بألف خير.